I'm Jazz Marin, and I play Mia in Need for Speed Most Wanted. Make sure you do all your racing in the game. On the streets, drive safely and responsibly, and wear your seatbelt. يقول انه اجعل ايامك 4 ساعات، يعني اليوم الواحد خلي يكون بي 4 ساعات. الساعة الاولى انه للجد والاجتهاد والسعي والى اخره، مهم جد واجتهاد، منها انه الجد والاجتهاد والعمل، يعني انه مثلا بالنسبة لنا الدراسة، بس الصوت احسن، صوت مش عالي. بالنسبة إنه يمثل الدراسة، بالنسبة إلي يمثل الدراسة والقناة، دراسة بالنمبر 1 والقناة نمبر 2. هاي أول ساعة. بالنسبة للساعة الثانية إنه تكون لملاقات الأهل والأحباب والأصحاب وإلى آخره. الساعة الثالثة تكون للأشياء الروحانية اللي هي نجاة الله سبحانه وتعالى، إنه إلى آخره من هالأشياء الروحانية. و الساعة الرابعة، العبرة من هذا الفيديو هو بالساعة الرابعة. الساعة الرابعة اللي هي اللذات. اللذات قصدي بيها انه اللذات فيما يرضي الله، مثل هذا اللي انا قاعد اسوي الان. اللي قاعد اسوي الان هو عبارة عن عيش للذات، لذاتي الخاصة، اللي هي انه مثل ما قاعد تشوفون انه العب، احيانا اقرا روايات. المهم اي شيء اسوي بحيث افصل عن الدراسه واستمتع بوقتي، هو هذا الشيء بالضبط اللي يمثل اللذات بالنسبه لي. هذا الشيء، هاي الساعه الاخيره، طبعا يضيف هذا الحكيم بعد او العالم انه يضيف، طبعا اشترينا لامبورغيني. هاي اللامبورغيني كان المفروض احصل عليها بسباق، بس ما حصلت عليها بسباق واضطريت اشتريها، بس مو مشكلة، المهم عندي فلوس اشتريها. كان عندي نص مليون دولار، هاي 120,000 دولار. الان نروح نسوي لها تعديلات. فهذه الساعة الاخيرة اللي هي الساعة الرابعة راح تساعدنا على الساعات البقية. الساعات البقية اللي هي الجد والاجتهاد والى اخره. لازم الانسان ياخذ استراحة، لازم يعيش اللذات. الآن أنت من تأكل أكلة لذيذة جدا، تستمتع جدا بالأكلة، تحس نفسك أنه ارتحت، رغم أنه يعني الأكل يمكن أنه ما يعطي معنى الراحة بشكل حرفي، ولكن بالنهاية أنه تحس نفسك ارتحت، ارتحت نفسيا، أنه استمتعت بوقتك بأكل وجبة معينة مثلا. ايضا انه لما تلعب، لما تسافر، لما تستجم، انه تستمتع بوقتك، انه الاستمتاع بالوقت شيء مهم، شيء جدا مهم. لازم الانسان يستمتع بوقته، لازم يعيش لحظات جميلة، وهذا مغلوق، يعني بما معناته انه ما راح احدثها لهذا الدرجة. فلازم تستمتع بوقتك، لازم يكون اكو فرصة للاستمتاع بالوقت. الاستمتاع بالوقت ممكن يكون اي شيء انت تحبه، شيء انت خاص بيك،
ايا يكن انا من شخصيا انا قاعد استمتع اسوي هاي اللعبه، قاعد اسوي فيديو قاعد استمتع يعني. طبعا راح اغلق الفيديو بعد شويه وراح اكمل لعب بعد شويه لانه مهم، استمتاع مهم، المتعة إضافة المتعة بيومك شيء جدا مهم، ما قدرنا نعدلها تماما بس انه تتضيع. ايضا من الاشياء المهم انه انت تنتبه عليها انه ما تروح اوفر بالفن، يعني انه اوكي اخذ فن بس ما تروح اوفر. انا شخصيا مرت علي انه فترة انه تقريبا انه ما اسوي شيء غير بس يا ادرس يا قناة، يا دراسة يا قناة، ما أسوي شيء ثاني، بحيث إنه يومي صاير محدود جدا ما بين دراسة قناة دراسة قناة، ماكو شيء ثاني، ما أسوي شيء ثاني، وهذا الشيء غلط، هذا الشيء كان جدا غلط. كنت أستمتع بالقناة نعم، ولكن بالنهاية إنه لازم أكو أشياء أخرى أسويها، أكو متعة أخرى لازم أعيشها. وإلا أنه راح أحس بالملل، ماكو تغيير. الحياة أحيانا تحسها تتوقف بجزئيات معينة فقط، يعني أنني حياتي عبارة عن دراسة وبس، حياتي عبارة عن قناة وبس، وقت ما عندي نفسي. لا، أنه لازم تأخذ وقت، لازم تعيش اللذة، تعيش الشيء اللي انت تحبه، هذا ضروري ويساعدك على الدراسة. على فكرة انه مو معناته راح يبعدك على الدراسة، بالعكس هاي الان الوقت اللي انا قاعد اقضيه بلعب هاي اللعبة انه هذا الشيء راح يساعدني على الدراسة، انه راح اخذ وقت ارتاح بيه، راح ارجع للدراسة بقوة. هو هذا المطلوب، المطلوب من هذا الشيء هو هذا بالضبط، انه هذا بشكل عملي مو مضيعة للوقت فقط، لا أساساً هو مو مضيع للوقت، لا إنه هذا أنا قاعد أستمتع به، ولكن مو أقضي اليوم كله إنه أنا قاعد ألعب وإنه أكو أشياء لازم أسويها أقصر بيها. لا، فما تشوفون بعد الشاشة قاعد يعد 9 دقائق، الآن تسجيل صار 9 دقائق. فهذه اللعبة خلينا نقوم بسباق، بس خلينا نعدل بالأول السيارة كلون، ما أعرف صراحة أحس شكلها الأصفر لطيف ألطف، راح أعرف على الأصفر صراحة، بس اغير شكل ال، احب اخليها على هذا، احس هاي الطف شيء، ما راح اغيرها، خليها على اسمها هذا فقط اغيره، هذا الطف شيء احسه، واحس انه هذا تتناسب معي. اوكي المهم ان شاء الله تكون بالنسبة لي، المهم انه نروح نسوي سباق باللامبورغيني. بس قبل نسوي السباق خلينا نشوف ان هاي السيارة وين وصلت بالتعديل. السيارات الموجودة عندنا هاي، هاي ما احبها لانه هاي هاي هاي، يعني التوب سبيد مال لامبورغيني اقل من التوب سبيد مال هاي السيارة، لانه انا ما عدلتها تماما لانه ما بدي اشتري شغلات وتكون بلا فائدة. بعدك شغلات شفتي ما مفتوح مقفولة، بس خلينا نسوي بيها سباق. نسوي سباق يكون، لا مو هذا، اوكي هذا طويل شوي، خلاص راح نطول الفيديو. اوكي هذا نسوي شيء، على فكرة انا كلش احب السيارات، احب خصوصا سيارات السباق جدا احبها. منو ما يحب هذا الجمال؟ شوف انه تروس كلش قوي. الهاندلنج مال السيارة هاي كلش قوي، كلش احب الهاندلنج مالتها، يعني تتمسك هيجي بحسها تتمسك بالشارع، اللوفات قوية. بس اذا عدلتها التعديل الكامل انه اسويها اقوى اقوى شيء الماكسيموم، يعني انه راح تزداد سرعتها. صحيح الهاندلنج راح يقل، اوكي صحيح الهاندلنج راح يقل، بس انه السرعة مهمة. طبعا هذا السباق مو قاعد اتسابق ويا احد، كل الفكرة بهذا السباق انه المفروض اصل للنقاط اللي هم محدديها في الوقت المحدد حتى افوز ويعطوني على هذا السباق. اعتقد 14,000 دولار او هيجي شي، يعني 140 نقطة، والله حلو يعني تربح اكثر من نقطة بصراحة.
شكرا الله مكملين الشارع للسيارة بتطير بتطير السيارة. على فكرة عن سيارتي أحسن بس المهم أفوز بالنهاية أفوز. وراح يخلص السباق 96%. Need for Speed Most Wanted 2005 موجودة على موقع اشتري اللي يحب ينزلها. راح احاول اخليكم الرابط اسفل الديسكربشن. الشيء الثاني اللي حاب اسويه هو الروايات. استمتع صراحة جدا بالروايات. استمتع جدا الروايات تخليك بحالة انه انت مندمج فقط بين نفسك والكتاب بس. تعيش الشخوص مال الرواية اللي هو راسكولينكوف ونسيتهم. مهم عدة شخصيات. هاي الرواية تتحدث عن شنو؟ انه شاب مزربل جدا اوكي، والحياة وياه تعيسة جدا وفلوس ما عنده، يروح يقتل سيدة. السيدة غنية جدا وماكو معنى لحياتها، لا عندها لا اطفال، ما متزوجة اوكي، وهي سيدة عمرها 80 سنة وهيجي شي وغنية. هو شاب يقول انه انا احتاج الفلوس، هاي ما تحتاجها، راح قتلها وقتل اخدها حتى ياخذ الفلوس، وما قدر ياخذ الفلوس، وبالنهاية تدور يعني احداثها حول هذا الشيء. فكرة الجريمة والعقاب، انه هو ارتكب الجريمة بعدين يصل لمرحلة انه هو يريد يتعاقب، هو حابب انه يتم عقابه. هكذا تتحدث المسرحية، مسرحية شنو؟ رواية. وأكو رواية إنه اسمها، صراحة ما أعرف إذا هاي تسمى رواية ولا لا، إنه كاتب الرواية، بس أعتقد إنه المفروض تكون قصة قصيرة لأنه كلها 40 صفحة وخلصت بأقل من ساعة. وهاي كانت عبارة عن هدية، هي مو هدية حرفيا، إنه كان أكو إيفنت إنه إذا توقف تقرأ 5 دقائق كتاب معين وتركيا. كانت واحدة من زميلاتي مديرة هذا الإيفنت أو اللي كانت موجودة فأعطتني إياه. فهذه وأحيانا أحاول أكتب روايات، إنه كتبت عمليا 2 صفحة وبعدني ما كملتها، بس رواية كلش حلوة صراحة، إنه لازم أكملها حتى تظهر للعلن وتلاقي فرصته في الاشتهار. جريمة والعقاب لطيفة بس أكو ألطف. رواية مالتي. هذا اللي حبيت أوصله بهذا الفيديو، إنه أخذوا فرصتكم راحة كطلاب طب ولا أيا يكن تخصصك، إنه لا تشغل نفسك بالدراسة لدرجة إنه ما تشوف شيء غير الدراسة. أنا أسوي هواي شغلات، يمكن اللي يشوفني على القناة يحس إنه أنا فقط أدرس، لا أدرس وأطلع وأطب وكل شيء أسوي، ما عدا بهالفترة لأن كورونا. ألعب، كل شيء أسوي، أروح أفلام. يعني حتى ما أدرس، يعني أحس نفسي إنه من أحس نفسي من طلاب الطب اللي ما يدرسون بالكمية الكافية. هذا من جت استدي زلاج، إنه أجتي من consistency، إنه معناته إنه الاستمرار بالعطاء، بس مو معناته إنه لازم أعطي لدرجة إنه ما يبقى عندي شيء. أنا أعطي إنه يعني أنا باليوم لحد الآن، الساعة الآن بحدود 7 وشوية. طبعا هذا الفيديو هاي للمرة الثانية أسجله، المرة الأولى ما كان يعد فوق هاي، صار 17 دقيقة. فعمليا إنه هاي المرة الثانية أسجل هذا الفيديو، فالساعة تقريبا 7 وشوية 7 وما أعرف صراحة. أوكي تمام. انه اللي سويته اليوم قرأت 3 ساعات فقط، قرأت بعض الاعمال. انا قلت صراحة متأخر بهالفترة لانه صار ما احب اقعد الصبح، انه اقعد متأخر، ووقت بالليل هدوء فاشتغل بالليل وادرس بالليل احيانا،
أشتغل على القناة. بعد شوية أبلش أشتغل على القناة بعد أكثر، اشتغلت شوي وأرجع أشتغل. فعمليا هذا اللي سويته اليوم، يعني يعتبر يوم لطيف إنه درست واشتغلت على القناة واستمتعت وعشت حياتي، إنه هيك شيء زين. إذا أريد أدرس بدل 3 ساعات وربع أدرس 5 ساعات فقط دراسة، وقناة ساعتين هسر 7 ساعات أوكي، بس ما راح أستمر هيك. الكونسيستنسي عندي، يعني الاستمرار أفضل عندي من إنه اليوم أدرس 10 ساعة. أنا أقدر اليوم أدرس 20 ساعة، ممكن أدرس اليوم 20 ساعة ولكن لمدة يوم أو يومين، بعدها إنه ما راح أقدر أعطي لهالدرجة. وبالنهاية إنه فقدت الكونسيستنسي. الكونسيستنسي مهم، فأنت أعطي نفسك فرصة، أعطي نفسك فرصة، لا تضغط نفسك لدرجة إنه تحس حياتك إنها عبارة عن بسطة. صدقني إنه راح توصل لمرحلة، إذا هش سويت راح توصل لمرحلة إنه الطب نفسه بعد ما يكون إلى قيمة عندك، الدراسة بعد ما يكون لها قيمة، وهكذا قية الحياة تصير ما لها قيمة. أعطي فرصة لدماغك. الآن أنا من قاعد ألعب أوكي، قاعد أركز باللعبة، دماغي قاعد يفصل عن حياتي. أحيانا تجيني أفكار وأنا قاعد ألعب، أحيانا تجيني في أشياء أخطط لها وتساؤلات كانت عندي أجاوب عليها لما ألعب. ليش شي يصير؟ هي شي يصير لأنه بعدت شوية، بعدت عن المواضيع اللي كانت لطالما شغلة دماغي، بعدت عنها شوية. من أرجع لها لهذه المواضيع أنه راح يكون دماغي أكثر، وكأنه دماغي كان محتاج راحة. شاف أنه أنت تقعد مثلا تشتغل لمدة 4-5 ساعات، أيا يكون الشغل اللي تشتغله، أو لن بالغ 4-5 ساعات، خلينا نشتغل ساعتين، قاعدة متواصل لمدة ساعتين، دراسة لمدة ساعتين، وبعدها تقوم تشرب قهوة وتشرب شيء أو تسوي أي شيء، وبعدها ترجع أنه ترجع تكمل بنفس النقطة اللي انتهيت بيها قبل الفرصة بهذه الساعتين. فتلاحظ أنه زادت عندك قدرة. الشيء اللي ما فهمته قبل هسه فهمته، هذا الشيء لأنه دماغي شوية بعد شوية صارت عندك طاقة مطاولة على الدراسة، نفسيا أنه صرت أفضل، فمن ترجع راح تدرس أفضل. هذا الشيء اللي يعطيك إياه اللعبة، أو يعطيك إياه الكتاب، أو يعطيك إياه المسلسل، أو يعطيك إياه الفيلم، أو الخروج مع الأصدقاء، أو السفر، أو إنه تفصل عن دراسة لفترة أياً يكون اللي تسوي. أحياناً أنا أفصل أقعد بس أجي أقعد على فراش وشباوة على الحاجة. المهم إنه تفصل. أحياناً مثلاً من أحس غير بالفترة الأخيرة إنه حسيت أكو ضغط كبير علي، يعني إنه العطلة الصيفية حتى قبل فترة تقريبا، انه دائما مشتغل يا القناة يا ادرس، يا القناة يا ادرس، اوكي اخذ فن بس مو بالكمية الكافية. فشفت نفسي انه حتى صار دماغي قام يوجعني، حسيت انه دماغي يوجعني. فاخذت فرصة مدة 3 ايام 4، وبعدها رجعت. الان احس عندي طاقة، احس انه هاي 3 ايام 4 ايام، هي عمليا 4 ايام، ولكن اليوم الرابع أنه أيضا اشتغلت بي شغلات أنه كان لازم أسويها، هي مو فن وتقريبا هي ما لها علاقة بالعطلة، فعمليا أن انتهت العطلة 3 أيام. أنه حسيت أنه أنا قادر على أنه أواكب، قادر على أنه أعطي بعد أكثر، قادر على أنه أتقدم. وأيضا أنه مو فقط أحيانا تكون مشاكلنا مو بالفن، أحيانا أنه إحنا أساسا يعني أوكي ماشي وأنه قاعد ناخذ فن، ولكن يمكن ما نعرف نسوي اللي قاعد نسويه صحيح. أيضا هذا لازم نفكر به. هذا الفيديو هو عبارة عن رسالة بدي أوصلها للأشخاص اللي يضغطون على أنفسهم لفترات طويلة ويعتقدون أنه بهذا الشيء راح يوصلون للي يريدون. لا، الكونسيستنسي أهم من أنه أنت تضغط على نفسك كل يومية. إذا ظليت تقاوم تمشي لمدة 3 ساعات فهو أفضل 3 ساعات، وأنه سرعتك مو عالية بس مستمر لمدة 3 ساعات فهو أفضل من أنه تمشي بأقصى طاقتك لمدة ربع ساعة. أكيد 3 ساعات أفضل، أكيد راح توصل بها لنقاط أسرع من أنه ربع ساعة بأعلى طاقتك تمل وتتعب وتهلك وتقعد وحل ما تسويش. نلتقي بفيديو آخر. كمل لعب.